غازي يوسف الهندي من مواليد جبلة مستشفى الأمريكاني سنة 46. كنا ساكنين في منطقة قريبة على فريج الفوادرة. يدي الله يرحمه في 35 اشتغل بالكيوسي وصارت الحرب العالمية، توقف كل شيء. أقف في 45 هو ويا يمكن 5 أو 6 أشخاص ودهم على تريننج سنتر وخيروهم شو يتعلمون. قال لهم ويلدينج، لحيم، تعلم اللحيم. بعدين نقلوهم الأحمدي حطوه بالمين كوركشوب، عاد مثل ما تقول استقر وسكن في شو اسمه في منطقة جنوب الأحمدي، منطقة العمال. وهذه في 45 الوالد توظف في النفط في الشويخ، فكانوا طبعا يبونهم في تريلات يوصلونهم للصفات كل الموظفين والعمال كلهم، وينزلون هناك وكل من يروح على بيته، اللي بجبله اللي بشارق اللي بالمرقاب. عاد اعتقد في 47 انقلوا الموظفين جابوهم المقوع. كانت ايامها المقوى هي شبه سنتر على ما الكيوسي قامت تبني بالأحمدي. فالبيوت كانت كلها أشيش، ما كان في يعني مباني لها القيمة، ما عدا في بيوت بيض مسوينهم الكيوسي حق موظفين الكبار عندهم والمستشفى مالت الكيوسي. احنا كنا ساكنين في بيوت أشيش، كان حوالينا قريب من عندنا بيت المرحوم بن طوالة الشمري. وبعدين بعد فترة انقلوا معظم الموظفين والعمال للأحمدي. حنا من الوالد كان موظف ما كان عامل، كان على قولة الشيبان قبل الكاتب، فيعتبر من جماعة الجونيور ستاف. فعلى طول انقلونا على بيوت البيض اللي في صار في جنوب الأحمدي. أقوم تمينا في سكننا في المنطقة هذه. الوالد كان يشتغل في الميناء، صار بينه وبين واحد إنجليزي شوية قال وقيل، انقلوه على مخازن الكيوسي في الأحمدي اللي هي مخازن اسمنت. اشتغل فيها فترة زمنية يمكن تقريبا 10 سنين. الكلى تلفت من كثر البودرة مالت السمنت هذا اللي يشف على الخشم وعلى الكلى. سوى له عملية واستأصلوها. كان أيامها دكتور مشهور جدا عندنا في الكيوسي، يمكن غالبية الناس ما يذكرونه، بس اسمه دكتور ألين مارش. فسوى له العملية، استأصل كلية ونص، وعاش في من هذيك الحزة بالخمسينيات لغاية ما توفى الله يرحمه على نص كلية. ما كان يحس بعوار ولا شيء. المهم بعد العملية هذه الدكتور نصح أن ينقلونه من المخازن لأن راح تأثر عليه أكثر. فانتقل من المخازن والدوين على مستشفى ساوثويل، اشتغل في المخازن الأدوية، ظل فيها لما تقاعد. أنا بعد ما خلصت بالثانوية وكان في عروض من الكيوسي للشباب الكويتيين، وقمت ما كملت، رحت على طول على الكيوسي. قالوا في دورة في الريفاينري، دورة أسيستنت أوبريتر. قلنا يلا أسيستنت أوبريتر يلا. اشتغلت والله، كان أتذكر تاريخ 14/6/66 على ما أتذكر. الفترة التريننج مالتنا أخذت يمكن 3 أشهر. من عقبها وزعونا على البلانتس الريفاينري، كل واحد حطوا مكان. تميت في الريفاينري يمكن حوالي 7 سنين أو 6 سنين. فقدمت على طلب انتقال من الدائرة، ف
فساعدني فيها كان واحد أمريكي سوبرتندنت عندنا في الريفاينري. عقب يمكن أسبوع طرش وراي كان يقول لي إيش رأيك تروح على المارينت في هناك دائرة اسمها دوكيمنتس أويل دوكيمنتس. والله تم النقل رحت على الأويل دوكيمنتس. كان أيامها المدير مالنا فيصل نيال الغانم الله يرحمه. بعد مرور فترة زمنية يمكن 5 أو 6 سنين قالوا إيش رأيك تروح مكتب لندن، في عندنا وظيفة ليزن أوفيسر ونبيك تروح تستلم هناك. قلت له تم الحمد لله تمت ورحت. والله كان مديرنا عنده دورة برا، فجانا الشيخ علي الخليفة بالصدفة يعني ما كان، كان يقول طلع مرسوم أميري، هذا كان في 1980 بإنشاء مؤسسة بترول الكويتية، والآن إحنا أجرنا الصالحية حوالي 15 بلوك، يبي لها ديكور، يبي لها أثاث، يبي لها يبي لها يبي لها يبي لها شغلات كثيرة يعني، فش رأيك تنتقل عندنا؟ قلت له يلا شورك بداية الله. قال أكيد. قلت له أكيد. قال ذهب نفسك بعد 10 أيام. قلت له أبشر. صار 10 أيام والله فعلا يعني كتاب رجوع للكويت. على طول داومت في مكتب شركة نفط الكويت اللي في الديرة. والله اشتغلت خلصت المؤسسة. كنت أداوم الصبح الساعة 6 الفجر في المؤسسة زين، ورد تقريبا الساعة 12 بالليل. ليش؟ لأن حملوني أمانة وبيخلص بسرعة، لأن قال لي أبو خليفة قال لي قد ما تخلص بسرعة كل ما نقدر ننتقل. فكان مفترض حسب الكونتراكت بينهم وبين المقاول زين إن خلال سنة وشهرين يخلص. أنا خلصت ما بين 6 إلى 7 أشهر، حتى المقاول تينن شغل كونتينيوس ليل ما نهار، يعني ما أطلع على الساعة 12، أروح البيت يدوب أكل شيء وأنام وأقوم الصبح الفجر أطلع على طول. والله يا أخي الأحمد يجنة، وين ما أروح في الديرة قلبي يحن على الأحمدي، لما يجي الأحمدي حق المستشفى قلبي يرف هالشكل. الأحمدي عشنا فيها من أنا عمري من سنة ونص تقريبا جينا هني وليه يومك هذا. يعني أنا أتذكر يوم كان بيتي في 16 شمالي، كان في عندي غرفتين نوم، فاتصلت بالكيوسي قلت لهم أنا عائلتي كبرت أبي لي بيت كبير أو تضيفوا لي غرفة. قال إحنا نضيف لي غرفة. أوكي مو مشكلة. يوم بنوا لي غرفة ثانية ما تغير من ملامح معالم البيت نفسه. الأحمدي أول سوبر ماركت على مستوى عالمي عندنا في الأحمدي اللي هو يسمونه سبينيز. كانوا أهلنا من ديرة المنيون ركضة يبون يون على السبينيز يأخذون هالكيك الحلو، السويس رول، المعلبات. تعال يوم الجمعة كان أيام زمان شوارع الأحمدي من كثر العالم الجاية من ديرة ماكو مكان، سيارة ورا سيارة، سيارة ورا سيارة. بالديرة مو كل بيت كان عنده تليفون، حنا في الأحمدي كل بيت فيه تليفون. عندنا بدالة في الأحمدي، تتصل دولي في الأحمدي، كل شيء في أمور كثيرة انبتت في الأحمدي وطلعت مكان ثاني. كان عندنا يوم الأحمدي الرياضي كان مهرجان عجيب غريب، ماكو مكان سيارات في الأحمدي من العالم، ورياضة بجميع أنواع الرياضة. الأحمدي أول ما صار فيها سكواش في الكويت كلها كان عندنا في الأحمدي، أول ما صار التنس عندنا في الأحمدي، صار البولينج هم في الأحمدي، لعب الهوكي في الأحمدي، الرقبي في الأحمدي. ناهيك عن كرة القدم، أول منطقة يصير فيها يسمونه نادي خيل اسطبلات بالإنجليز، أول منطقة صار فيها الجو كارت كلوب. ما بالكويت ما كان في جو كارت كلوب، فكانت أجواء مريحة للموظف. تدخل على نادي الأحمدي عالم اكتظ على البركة، يسمعون وناسة، النادي في سينما، النادي في تنس، النادي في سكواش، النادي في بلياردو، في كل شيء، تيبل تنس، كل نادي فيهم في نفس الشيء.
الموظف يطلع يداوم الساعه 7 الصبح، طبعا في بريك ساعه، يرجع البيت الساعه 4. هذا ايام زمان. زين، يلقى البيت يتحمم ويغسل وكذا، يلبس ملابسه ويروح على النادي. كانت الحميدي شمعه. الرعيل الاول فعلا تعبوا. هذيلا هم المؤسسين، هم اللي اكلوا الضرب عدل ايامها، حار وطوز وبلاوي زرقاء. يعني يكفيهم عيشتهم في المقوع. يعني عيشه المقوع ما هي هينه كانت، لها جاء لهب الهوى، تعرف بيوت شينكو يدش عليك الغبار داخل، لا ماي مثل عالمكو، زين، ولا في كهرباء، في كهرباء خفيفه يا دوبك تولع اللمبه واحده. يعني قبل كنا في الديره بيوتنا طين وصخر مال البحر هذا، بس هذه البيوت كانت. لما اليوم الاحمدي بيوت طابوق، الغاز واصل لك البيت، كهربتك في البيت، الماي واصل لك للبيت، احسن من عيشة الكد والمد في الديره. وبعدين لقمة العيش صعبه يبا، يعني اذا ما اشتغلت ايش بتسوي؟ فالرعيل الاول ما يبي يترك شغله، يتحمل ضيم، بس انا مرتاح، يقول عندي مدرسه حق عيالي وبيتي ما شاء الله سنع. مو من السهل تترك المميزات. يعني انا اذكر مره خذيت درجتين في سنه واحده. ليش؟ لان كنت ابذل جهد اشتغل، وواحد ويانا تم 9 سنين ما اخذ درجه واحده. انت تشتغل تاخذ حقك. والله انا جدا مسرور لانكم قاعد توثقون الامور.